الفرق في حبنا للأهلي إنه في نفس غلاوة الأهلي. اسأل على الأهلي وبطولاته هيقول لك وسع للقطر، وكفاية على الأهلي إنه الأهلي نقطة ومن أول السطر. لحظات ولقطات لن تنسى ابدا، اسعدت ملايين من محبي وعشاق النادي الاهلي. صباح الفل على كل حضراتكم، يوم جديد وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. ان شاء الله حضراتكم تسعدوا معانا وكل لحظه من لحظات حلقه النهارده. صباح الفل. صباح الخير عليك يا كريم. صباح الخير. خلاص الشهر بيجري، شهر 11 تقريبا. انا من الناس اللي شايفه ان هو من اكثر الشهور السنه دي اللي جري بسرعه جدا، ما حسيناش بيه، بس الحمد لله هو كان شهر كده على النادي الاهلي وعلينا الحمد لله، شهر جميل جدا. يا رب كل الاشهر الجايه تكون كده بتحمل النصر دايما للنادي الاهلي. حلقه جديده مع حضراتكم النهارده، معايا انا وكريم ومعانا فقرتين حلوين جدا. الفقره الاولى هيكون معانا النجم الاهلي السابق كابتن عادل عبد الرحمن، هنتكلم معاه برده في نوستالجيا الاهلي والذكريات وكواليس، وكمان ممكن نتكلم عن يعني البطوله اللي فاتت ونشوف كده برده، مش تحليل بس نشوف كده برده رايه كان ازاي في اداء الفريق. الفقره الثانيه هتبقى فقره حلوه بقى قوي يا كريم، لان هي بتتكلم عن كرة القدم بس النسائية. كرة القدم النسائية زي ما احنا عارفين ان شاء الله هتكون يعني حاجة او رياضة اساسية في النادي الاهلي قريب جدا، فدي حاجة جديدة ودي حاجة جميلة. كرة القدم النسائية مش لسه وليدة اللحظة، يعني مش لسه حاجة جديدة، هي موجودة من زمان، بس احنا الفكرة ان احنا عايزين بقى ندخلها نادي كبير. ما تدخل نتكلم هنا عن كرة القدم النسائية ان هي هتدخل النادي الاهلي، دي حاجة اعتقد مش قليلة ابدا. فكل التوفيق ان شاء الله لنادينا يعني الحبيب، وباذن الله نتناول مع حضراتكم الملف ده في الفقرة الثانية كده بالتفصيل، ونعرف بالظبط الخبايا مع دكتور سحر عبد الحق. طيب هنبتدي مع حضراتكم كما عودناكم دائما باخبار النادي الاهلي، والحقيقه ان وجه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وجه الشكر لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه ولكافه مؤسسات الدوله اللي اتحملت مسؤوليتها كالعاده، ونقدر نقول ان هي اتحملت فوق طاقتها الحقيقه من اجل اقامه المباراه النهائيه لدوري الابطال في مصر، وان تخرج هذه المباراه بالشكل الذي يعكس الصوره الحضاريه للبلاد. طبعا ده بيحصل بالرغم من كل الضغوطات اللي احاطت بها لفتره ليست بالقصيره. وجه كمان رئيس النادي الاهلي تحيه لرجال القوات المسلحه وللشرطه اللي بيتحملوا العبء الاكبر في كافه المناسبات من اجل امن وامان كل المصريين، وهو ما جرى في جميع البطولات التي اقيمت على الاراضي المصريه خلال الفتره الماضيه. كمان هنا نقول خاص الكابتن محمود الخطيب بالتحيه بقى لفريقي الاهلي والزمالك اللي بذلوا جهد كبير جدا منذ انطلاق المسابقه حتى وصلوا للمباراه النهائيه لتضمن هنا مصر كاس البطوله. ايا كان بقى الفريق اللي فاز زي ما احنا كنا بنقول، هو شيء اكيد يحسب بالايجاب للناديين الكبيرين المصريين. واشار الكابتن محمود الخطيب الى ضروره هنا الدعم المستمر لكل اواصر الود والاحترام المتبادل بين عناصر المنظومه الرياضيه، معلنا اكيد رفضه القاطع للإساءة لأي من هذه العناصر، سواء كان هنا بنتكلم عن لاعب أو عن مدرب أو عن مسؤول أيا كان كمان موقعه، خاصة إن احنا بنتكلم إن الرياضة دي وسيلة للتقارب والتسامح وليس للتباعد، فالفوز بالبطولة أو خسارتها لا تعني هنا نهاية العالم. أكيد لابد إن هي تكون دايما موجودة الروح الرياضية زي ما بنقول هي اللغة السائدة بين الجميع.
كمان طالب رئيس النادي الأهلي كل الجماهير بانتماءاتها المختلفة بطي صفحة أي إساءات سابقة صدرت من البعض، ويجب أن نسمو فوقها، وبلادنا بتحتاج إلى التكاتف والوقوف خلف قيادتها للنهوض بها وأيضا لتحقيق كل الطموحات، بل ولابد وأن نحرص على أن تبقى العلاقة بين الكيانات الرياضية ثابتة وراسخة، لأنها أكبر بكثير من نتيجة أي مباراة أو الفوز بأي بطولة. وكمان وعلى سبيل الختام جدد الكابتن محمود الخطيب تهنئته لأعضاء ولكل جماهير النادي الأهلي، وأكد على تقديره الخاص والخالص لدعمهم ولمساندتهم للنادي طوال الفترات الماضية. طيب زي ما احنا بقى كريم كل شويه بنتكلم عن ايه اللي هو شغال بس على الجانب الرياضي، مهم كمان ان احنا او بطولات يعني نتكلم كمان عن هنا المستوى بقى الانشائي، لان المستوى الانشائي كمان زي ما احنا شايفين مؤخرا كان بيعمل بشكل جيد جدا في فروع، او يعني شغال بشكل جيد جدا في فروع النادي المختلفه. الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي قام بقى بجوله تفقديه، ده كان امبارح بفرع النادي بس بمدينه نصر، عشان يتابع سير العمل في الانشاءات الخاصه بالاسوار وجراج الأهلي بمدينة نصر اللي كنا كلمنا حضراتكم عليه أنا وكريم من أسبوعين تقريبا. الجولة دي طبعا تضمنت كابتن محمود الخطيب، وكان معاه العميد محمد مرجان المدير التنفيذي، والمهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، فيه كان حضور أحمد النحاس القائم بأعمال مدير مقر الأهلي بمدينة نصر. وحرص الكابتن محمود الخطيب على الوقوف على آخر التطورات هنا الإنشائية بشأن سور النادي بشارعي حسن مأمون والنصر، و بدأ العمل به في سبتمبر الماضي وتم تنفيذ 70% منه دلوقتي. احنا بنقول لحضراتكم الجديد دايما كل فتره كده ايه اللي حصل، الاعمال الانشائيه دلوقتي تم منها قد ايه، فاحنا بنتكلم ان تم تنفيذ 70% منه، على بقى كمان ان يشهد فبراير المقبل ان شاء الله الانتهاء تماما من المشروع. تابع كمان كابتن محمود الخطيب أعمال الإنشاء الخاصة بجراج النادي اللي بتبلغ مساحته 33,000 متر وهيتسع 1,000 سيارة تقريبا، وده بعد أن تم الحصول على كل بقى التصاريح خلاص والموافقات اللازمة. وهيحل الجراج الجديد ده مشكلة أكيد ده تكدس السيارات اللي كانت يعني بشكل كبير كل الأعضاء تقريبا بيشتكوا منها، وتم الانتهاء كمان من 50% من المشروع فيما يتعلق بأعمال هنا تحديدا الحفر. فإن شاء الله يعني يتم الافتتاح في يونيو المقبل، ويعني زي ما احنا بنقول كده كويس جدا ان في خطوات، كان تقريبا اكتر من 10 سنين الموضوع ده عامل ازمه، فدلوقتي بنقول خلاص شهور بسيطه واشهر بسيطه والقضيه هتحل، فاعتقد دي خطوه ان شاء الله كلنا هنسعد بيها. الى جانب بقى كل التفاصيل اللي نهود حكت لحضراتكم عليها، كمان الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره تفقد الخطوات التنفيذيه وايضا معدلات العمل في المشاريع الانشائيه داخل فرع النادي بالتجمع الخامس للاطمئنان على سير العمل والوقوف على المشروعات اللي بيتم تنفيذها حاليا. طبعا بتتنفذ وفقا للخطة الإنشائية اللي وضعها المجلس تمهيدا لافتتاح المرحلة الأولى في يونيو المقبل. رافق الكابتن محمود الخطيب خلال جولته كل من العميد محمد مرجان المدير التنفيذي، المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، ومجموعة من الأعضاء الآخرين. واستمع الكابتن محمود الخطيب لشرح مفصل من المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، استعرض من خلاله المخطط الإنشائي للمرحلة الأولى من فرع النادي بالتجمع الخامس، طمن الكابتن محمود الخطيب على سير العمل في المرحلتين الثانية والثالثة لبعض المنشآت، على رأسها طبعا المبنى الإداري اللي بتبلغ مساحته 250 متر مربع، والمبنى الاجتماعي اللي بتبلغ مساحته 1200 متر مربع، إلى جانب غرف خلع الملابس اللي بتبلغ مساحتها 150 متر مربع، حيث تم الانتهاء من صب القواعد العادية وبدأ العمل في القواعد الخرسانية. كمان تابع رئيس النادي أعمال الإنشاءات في منطقة الملاعب الرياضية اللي بتضم ملاعب للتنس والسلة وكرة الطائرة وكرة اليد وملاعب الكرة الخماسية إلى جانب الملعب الرئيسي، حيث تم الانتهاء من تسوية الأرضية ليبدأ العمل في القواعد العادية والخرسانية. وطبعا كان حريص الكابتن محمود الخطيب على متابعة أعمال الإنشاءات في المسجد اللي بيتسع لأكثر من 1000 مصلي، حيث تم صب القواعد الخرسانية الخاصة بهذا المسجد ومبنى أكاديمية الكرة اللي بتبلغ مساحته 350 متر مربع إلى جانب البوابة الشرقية والبوابة الغربية والسور من ناحيتي الشرق والجنوب. وجه أيضا الكابتن محمود الخطيب بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية وفقا للخطة الزمنية المحددة لخدمة كل الأعضاء، وذلك بالتزامن مع كل الملفات على كل الأصعدة الإدارية والرياضية. أنا في حاجة كنت عايزة أبدأ بيها بس يعني دخلنا على طول على الأخبار، لأن دي حاجة أنا شفتها يعني بالنسبة لي فرقت جامد، وأنت لما هتسمعها أكيد هتفرق معاك جامد. مكالمة امبارح جات لي، كنت عايزة أحكي لك عنها أصلا. مكالمة امبارح جات لي
قبل ما نام يعني بشويه، فواحده بنت معرفش هي جابت رقمي منين بصراحه، بس واحده بنت بتقول لي ان هي خريجه اداب قسم لغه انجليزيه، وكان بقالها بتاع تقريبا 8 سنين بتدور على شغل، راحت اشتغلت وسابت، راحت اشتغلت وسابت، بس بقالها يعني 8 سنين عايزه تشتغل شغلانه كويسه. بتقول لي انا اتفرجت على حضراتكم بجد يا كابتن، بتقول لي اتفرجت على حضراتكم وعجبني قوي الحماس اللي انتوا كنتوا بتقوله لنا وقت لما كان معانا فقره قصار القامه، وازاي دول كانوا نموذج ان هم قدروا فعلا يحققوا يعني احلامهم رغم اي صعوبات بتواجه بني ادم، بس قدروا ان هم يوصلوا لحلمهم. فقالت لي انا الفقره دي بالذات وكلام حضرتك انت وكريم لما كنتوا بتتكلموا وبتحفزوا انا خلاني الموضوع ده ان انا ما يأس. يعني هي كانت واصله لمرحله خلاص انها يأست بجد. والله العظيم عايز اقول لحضراتكم الحاجات اللي زي كده، انا يعني انا بحس ان احنا بجد بنقدم حاجه، يعني مش اكيد احنا بنقدم حاجه لها قيمه، ولكن الواحد بيحس ان هو ليه قيمه لما انت تحس ان انت ساعدت بني ادم في حياته او شاف الدنيا بمنظور تاني ايجابي. انا بحس ان ده حاجه يعني انا أنا فقلت أقول لك عشان الفقرات دي بصفة خاصة يعني على الصعيد الشخصي والإنساني بتسعدني، بس ما كنتش متخيل إن هي ممكن يبقى لها المفعول ده، إن هي ممكن تكون ملهمة لحتى الأشخاص من حتى الأصحاء أو الأسوياء. فطبعا دي حاجة جميلة جدا وربنا يديمها نعمة. يعني أنت امبارح بتقولي لي شكرا ووصل الشكر لكريم، أنا عايز أقول لك أنت اللي شكرا إن أنت بجد خليتينا نحس فعلا إن إحنا ساعدنا بني آدم. دي حاجة بالنسبة لي أنا يعني كبيرة جدا، ويا رب دايما نكون يعني بنعمل ده بإذن الله، نكون طاقة إيجابية كده بنحاول إن إحنا نساعد برضو حتى نفسنا إن إحنا كمان نتعلم أكيد. تعالوا بقى نروح لمقر النادي الأهلي بالجزيرة مع زميلنا العزيز مينا ماهر عشان نعرف من خلاله آخر الأخبار والمستجدات في النادي، وخصوصا إن النهاردة إن شاء الله في استعدادات لتدريب فريق النادي الأهلي. يا صباح الفل عليك يا مينا، أهلا بيك وسامعينك، اتفضل. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهاوند، صباح الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان. 9 مليون مبروك لكل جماهير النادي الأهلي، يعني يمكن بنواصل الاحتفالات لانتصار كبير للنادي الأهلي بطولة أفريقيا. يمكن أنا هنا في النادي الأهلي بمقر الجزيرة، يمكن لا صوت يعلو فوق صوت الانتصارات. يمكن مع تواجد الأعضاء هنا على مقر النادي في الساعات الصباحية من اليوم، مجرد ما بتدخل النادي أطفال كبار سن شباب سيدات، مفيش أي حاجة أو توبيك تانية بيكلموا فيها غير مباراة النهائي. النادي الأهلي حقق فوز كبير جدا وحلم كبير جدا لكل جماهير النادي الأهلي. النجمة التاسعة الحمد لله يعني قدموا أداء أكثر من رائع، كل الناس فخورين بالفريق، كل الناس فخورين ببطولة أفريقيا. يمكن الأجواء هنا في النادي حماسية زي ما قلت، انتصارات، كله مبسوط. يمكن درجة الحرارة يعني الجو ساقع شوية، لكن ما منعتش كبار الأعضاء في النادي الأهلي إن هم يمارسوا الرياضات المختلفة وبالأخص رياضة السباحة. يمكن النادي الأهلي النهاردة هيكون فيه تدريب، يمكن احنا خلاص بنفرح ومبسوطين النادي الأهلي قفل بطولة أفريقيا ونقطة وبنكمل السطر. يمكن عندنا موعد مع بطولة أخرى، بطولة على المستوى المحلي، بطولة كاس مصر. إن شاء الله في خلال الأسبوع ده يكون الأهلي حقق بطولة أخرى تتحط في تاريخ ودولاب بطولات النادي الأهلي. إن شاء الله النادي الأهلي النهاردة يكون في تدريب التجمع الساعة 1، التدريب الساعة 2 استعداداً لمباراة الغد أمام الاتحاد السكندري على ملعب السويس إن شاء الله الساعة 8. إن شاء الله لو قدرنا نفوز في المباراة دي، مباراة نصف النهائي، هنقابل الفائز من مباراة الزمالك وطلائع الجيش. كوتش موسيماني النهاردة بيتكلم مع اللاعبين، يمكن ما بيسيبش أي تفصيلة أو أي كبيرة وصغيرة حصلت في المباراة اللي فاتت، أي ثغرة أو أي حاجة واجهت الفريق في المباريات بيتكلم فيها، يمكن بيكون في محاضرة حوالي من 45 دقيقة لساعة. النهاردة بعد التدريب الأهلي هيتجه إلى مدينة السويس معسكر مغلق استعداداً لمباراة الغد. نروح للفرق الرياضية بالنادي، يعني يمكن فرق السباحة بالنادي الأهلي بدأوا تدريبات الساعة 5 صباحاً في عز التلج، يمكن التدريب بينتهي على حوالي الساعة 8 أو 9 على حسب الفرق الرياضية. ايضا شباب سلة الاهلي 16 سنة الف حققوا فوز قوي جدا على وادي دجلة بنتيجة 65 مقابل 25 ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة. وايضا بنات يد الاهلي مواليد 2006 ب فازوا على فريق الطلبية بنتيجة 34-20 ضمن منافسات بطولة الجمهورية. يمكن بقى سيدات الأهلي حققوا فوز كبير جدا وقوي على نادي الزهور بنتيجة 45-5 ضمن بطولة الدوري الممتاز.
دي كانت كواليس الفرحه والانتصارات هنا في النادي الاهلي، مقر النادي الاهلي بالجزيره. عوده مره اخرى ليكم في الاستوديو. بنشكرك شكرا جزيلا الزميل العزيز مينا ماهر مراسل قناه النادي الاهلي. وتعالوا بقى نستهل معنا هواند فقرتنا الصحفيه، اتفضل. ايوه نروح كده بحضراتكم جوله بقى اخر الاخبار الرياضيه في الصحف والمواقع المحليه والعربيه والعالميه مع زميلنا العزيز محمد توفيق. محمد انا وكريم بنصبح عليك في البدايه، عايزينك كده اول تقول لنا اخبار الطقس ايه عندك، لان احنا نزلنا بدري جدا فكان وقتها برد شويه، دلوقتي هل الدنيا افضل؟ وفي نفس الوقت كده اطلعنا ما لديك بقى من اخبار في الصحف المختلفه، اتفضل يا محمد. صباح الخير يا نهواند، صباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان، صباح الخير على جمهور النادي الاهلي العظيم اللي بيشاهدنا دلوقتي. يمكن زي ما بتتكلمي الجو كان شويه برد الصبح، لكن دلوقتي الجو اكثر من رائع داخل النادي الاهلي هنا بالجزيره. يمكن الشمس سطعه بشكل كامل، درجه الحراره بقت الطف بكتير، الجو معتدل جدا يعني مناسب لكل، يعني اي حد عنده مشوار بنقول له انزل مفيش مشكله خالص، الجو كويس جدا، اي حد عاوز ينزل النادي هنا يمارس رياضته المفضله برده بنقول له انزل، خلاص الجو بقى كويس. يمكن ساعة شوية الصبح لكن دلوقتي الجو خلاص يعني زي ما نقول كده يعني شتوي معتدل تماما. نبدأ بقى جولتنا لأهم وآخر الأخبار، يمكن نبدأ جولتنا الإخبارية النهاردة بأهم المباريات اللي بتقام على مستوى العالم النهاردة. والبداية من الدوري الإنجليزي، يمكن أول مباراة ليستر سيتي وفولهام الساعة 7:30، كمان في مباراة بين ويست هام يونايتد وأستون فيلا الساعة 10، الدوري الأسباني ريال بيتيس مع إيبار الساعة 10 مساء، الدوري الإيطالي مباراة بين تورينو وسامبادوريا 7:30، ومباراة تانية بين جنوا وبارما الساعة 10:45. كمان في أربع مباريات في دوري أبطال آسيا بتقام، يمكن دوري مباريات آسيا الجزء زي ما بنقول الغربي من القارة اللي هو الخاص بالوطن العربي خلص خلاص منافساته، ويمكن الهلال السعودي وصل لمراحل المتقدمة وبعدين تم استبعاده فيروس كورونا. كمان بقى الجزء الشرقي لسه بيلعب مبارياته، فعملوا مباراة بشكل مجمع في العاصمة القطرية الدوحة. في أربع مباريات النهاردة، أول مباراة بين إف سي طوكيو وأولسان هونداي الساعة 12 ظهرا، وجوان بكين وسيول الكوري 12 ظهرا أيضا، ومباراتين الساعة 3 بين شانغهاي الصيني وبيرس الأسترالي، وكمان مباراة بين شيانجري يونايتد وميلبورن الأسترالي. يمكن نادي ومباراة آسيا إن شاء الله دي أهم مباريات دوري أبطال آسيا إن شاء الله. يمكن النادي الأهلي خلاص من الأربع أندية اللي صعدوا لكأس العالم أندية، كمان ده بقى الجزء الخاص بآسيا إن شاء الله اللي هيبقى فيه احتمال يقابل النادي الأهلي بعد إجراء القرعة بإذن الله. نروح بقى لأخبارنا المحلية ونبدأها من اليوم السابع واللي جاء في صدر صحيفته النهاردة. عموميه الجبليه تحسم بنود عدد الاعضاء والثماني سنوات. يمكن كان في صراع شديد امبارح بين الجمعيه العموميه واللجنه الخماسيه لاتحاد الكره، ويمكن وصفته جريده اليوم السابع بانتصار الجمعيه العموميه على اللجنه الخماسيه. يمكن كان في خلاف شديد على بند عدد اعضاء الجمعيه العموميه، كان اعضاء اللجنه الخماسيه مقررين ان هم يخفضوا العدد ل 96 عضو، لكن اعضاء الجمعيه العموميه اصروا وانتصروا في النهايه واصبح عدد اعضاء الجمعيه العموميه 134 نادي ومركز شباب. كان في كمان بند حواليه لغط كبير جدا وهو بند الثماني سنوات، يمكن كانت اللجنه الخماسيه عاوزه تنفذ بند الثماني سنوات بشكل تصاعدي باثر رجعي، بمعنى ان الناس اللي شاركت قبل كده او كانت اعضاء في اتحاد الكره لا يحق لهم النزول مره اخرى لو اكتملت الثماني سنوات، لكن الجمعيه العموميه انتصرت في النهايه واقرت البند ولكن بشكل وقتي او لحظي ان البند يتم تطبيقه فورا من الان وليس باثر رجعي. الخبر الثاني معانا النهارده محليا من جريده الشروق، يمكن في بيان رسمي حسن مصطفى يؤكد على تنظيم مونديال اليد في يناير المقبل. اصدر كابتن حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد يعني بيان رسمي بالامس في ساعه متاخره من الليل، اكد فيه على اقامه كاس العالم لليد المقرر اقامتها ان شاء الله في مطلع يناير المقبل في مصر 2021 في الفتره من 13 ل 31 يناير. وحسب البيان اللي اصدره كابتن حسن مصطفى اكد ان مونديال اليد مش حدث عادي، ده حدث عالمي بالنسبه لكره اليد، وقال ان من يعني من مصلحه المنظومه او منظومه كره اليد في العالم كله انه يقام في موعده في مصر في يناير المقبل باذن الله. نروح لاخبارنا العربيه وبالتحديد من المملكه العربيه السعوديه وجريده الرياض السعوديه. الاهلي يتخطى الفيصلي والوحده يعود بالباطن وتعادل التعاون والاتفاق. يمكن افردت جريده الرياض السعوديه نتائج الجوله السادسه بالامس، وكان اهم ابرز النتائج الاهلي امام الفيصلي فاز 2-1، ودي نتيجه تعتبر جيده جدا للاهلي لانه فاز على فريق بينافس معاه على المراكز الاولى وده خلاه في وضع افضل في جدول المسابقه. كذلك الوحده فاز على الباطن 2-0، وده يمكن بعد زي ما بيقول
أربع مباريات لم يذق فيها فريق الوحدة الفوز، لكن تمكن من الفوز أخيرا أمام فريق الباطن. كمان التعاون والاتفاق انتهت المباراة بالتعادل 1-1. يمكن كان فريق الاتفاق عنده مشاكل كبيرة جدا آخر أربع مباريات، كانت هزيمة دي أول حاجة، يعني زي ما بيقول تغلب على هزامه في المباراة الماضية وتمكن من التعادل مع التعاون أخيرا. عالميا نروح لإنجلترا وصحيفة الصان الإنجليزية وخبرنا الأخير وفاة بابا ديوب لاعب المنتخب السنغالي وخط وسط بورتسموث السابق وفولهام الإنجليزي. يمكن الدولي السنغالي يعني توفى بالأمس عن عمر يناهز 42 سنة بعد صراع طويل مع المرض. يمكن اللي مش فاكرين بابا ديوب نفكرهم بيه، ده كان لاعب الوسط المنتخب السنغالي اللي أحرز هدف الفوز أمام فرنسا في افتتاح مباراة كأس العالم 2002 في كوريا واليابان. ويمكن كانت السنغال عملت يعني زي ما بنقول مونديال استثنائي ووصلت لدور الثمانية قبل الخروج في دور الثمانية أمام منتخب كوريا الجنوبية. يمكن بنتمنى له الرحمة يا رب، ويمكن ده أثار زي ما بنقول يعني الحزن في أنحاء إنجلترا إنه لعب أكثر من نادي في إنجلترا وكمان كان لعب في فرنسا من قبلها. دي كانت أهم وأبرز أخبارنا سواء محليا أو عربيا أو عالميا. العودة لكم في الاستوديو. بشكرك جدا يا محمد، شكرا للتغطية الرائعة دي. شاكرين اصلا قرينا خبر خلاص بقى كمل يا كريم. ابتدينا بقى النوستالجيا بقى نروح بقى للنوستالجيا، ودي فقره يمكن محببه لحضراتكم بس كمان محببه لينا، لان انا وكريم لما نرجع كده ونقرا برده ونطلع لحضراتكم يعني الحاجات اللي بتفرق معانا ومع الجمهور ومع محبي الاهلي لما يسمعها اكيد الواحد كده بينبسط تاني ما يرجع بالتاريخ. نحكي عن تاريخ هنا بطولات الاهلي ونوستالجيا الاهلي اللي بدات بقى في رحله اعتلاء الاهلي لعرش القاره الافريقيه. الكلام ده كان من امتى؟ الكلام ده كان من 45 سنه في منتصف السبعينيات. قرر مجلس اداره النادي الاهلي كان بقياده وقتها الفريق مرتجي انه يخرج بقى الاهلي من المحليه لبقى المحفل الافريقي ده، لان وقتها الاهلي كمان كان بيملك جيل جديد جدا من المواهب الصاعده في سماء الكره المصريه اللي هو جيل التلامذه اللي جاء بقى لاعاده امجاد الاهلي وبطولاته الغائبه. طبعا احنا مش يعني دي احنا ما عاشرناهاش او ما عاصرناهاش، بس اهالينا واجدادنا عارفين طبعا اللي احنا بنقوله ده كويس جدا. اللي حصل في ذلك الزمان ان غابت بطولات النادي الاهلي بعد ما ابتدى يعني اعتزال جيل الرواد واحد تلو الاخر، جيل احتكر الفوز ببطوله الدوري لمده 9 أعوام متتاليه، وده في حد ذاته يعتبر رقم قياسي ما اتحققش حتى يومنا هذا. كان اخر فوز بالدوري سنه 1962، ولما طبعا قامت حرب 67 توقفت كل المسابقات لمده 6 سنوات كامله. لكن في مطلع السبعينات ابتدى النادي الاهلي يبني جيل جديد من المواهب الصاعده، اغلبهم كان وقتها طلبه في الجامعات المختلفه، المجري، زيزو، محمود الخطيب، مصطفى يونس، صفوت عبد الحليم، شطه، جمال عبد العظيم، محمود عبد الحي، محسن صالح، كابتن اكرامي، كابتن ثابت البطل، حسن حمدي، طاهر الشيخ، فتحي مبروك، احمد عبد الباقي، ماهر همام، مختار، وطبعا غيرهم كتير جدا. وعشانهم جه المدرب المجري هيدي كوتي، وده كان واحد من نجوم الجيل الذهبي للمجر، ليكون مديرا فنيا لجيل التلامذه. بعد الانتصار بقى بتاع 1973 صار اكتوبر، عادت بطوله الدوري وفاز جيل التلامذه بالبطوله. كان موسم 74 و75 عشان يعود الدرع للجزيره، ده كان بعد غياب 13 سنه. اظهر جيل التلامذه قدرات غير عاديه مكنته من الفوز المقترن بقى باداء مبهر، كان قرار كمان المشاركه الافريقيه في بطوله افريقيا لابطال الدوري. لكن المشاركات الإفريقية الأولى الحقيقة ما كانتش على المستوى المنشود، يعني جاء موعد أول مباراة للفريق في مايو سنة 1976 أثناء الامتحانات الجامعية، عشان كده غابت القوة الضاربة للفريق طبعا عن المشاركة الأولى أمام مولودية الجزائر. فطبعا اللي حصل أن الفريق خسر في الجزائر بثلاثية نظيفة. وفي لقاء العودة في القاهرة فاز النادي الأهلي بهدف وحيد أحرزه نجم الأهلي محمود الخطيب، والجدير بالذكر أن ده كان أول هدف في تاريخ النادي الأهلي إفريقيا على الإطلاق. حقيقي واحنا بنرجع كده يعني وبنفتكر مع حضراتكم وبنشوف كمان فيديوهات، طبعا ده احنا تعبنا على فكره عشان نجيب الفيديوهات دي، بس يعني انا بجد انا يعني اكيد اي اهلاوي بينبسط ان هو يحضر حاجات هو وقتها ما كانش حتى موجود ويتذكرها يا كريم كده، بتهيألي بتبقى لذيذه جدا. خليني بقى اكمل مع حضراتكم كمان. العام التالي عاود الاهلي الكره مره اخرى وفاز على هورسد الصومالي وبعدين المدينه الليبي، عشان لكن للاسف هو خرج بقى من دور الثمانيه امام هارتس اوف اوكل غاني. وقتها كان بقى قرار اداره الاهلي، كان في قرار مهم قوي ساعتها اداره الاهلي اخذته بالتوقف عن
المشاركة لحد ما ترجع أو تمتزج المواهب الجديدة بقى بالخبرات. ووقتها الأهلي ابتعد إلى أن جاء عام 1981 وعاد بقى الأهلي لإفريقيا وقتها من جديد. الحقيقة كانت مشاركة النادي الأهلي مختلفة المرة دي، فقد استوى عود التلامذة وزادت خبراتهم بشكل ملفت جدا للنظر، واستطاع أن يجتاز كل العقبات ليصل للدور نصف النهائي ليلاقي شبيبة القبائل الجزائري. الجماهير، جماهير النادي الأهلي، انتظرت أول بطولة إفريقية، لكن اللي حصل إن اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات جعل النادي يعتذر عن عدم استكمال مشوار البطولة، فضاع أول لقب إفريقي كان قريب جدا 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 الحقيقة من القلعة الحمراء. هو الوقت جري صح؟ الفقرة الأولى خلصت للأسف الشديد، بس إحنا زي ما قلت لحضراتكم إحنا معنا فقرتين حواريتين يعني مهمين جدا، فقرة عن الأهلي هنتكلم فيها وفقرة تانية عن كرة القدم النسائية. زي ما قلنا ده ملف أعتقد في غاية يعني الأهمية، وأعتقد ده القادم، لأن زي ما قلنا دي مش حاجة جديدة في العالم، هي موجودة في مصر من فترة طويلة، يمكن ما أخدتش الضوء يعني المنشود، ولكن في العالم في فرق وفي دول متقدمة جدا في كرة القدم النسائية، ودي حاجة بقى احنا نتمنى بإذن الله ان احنا تكون موجودة عندنا في مصر، وكمان نحنا كمان سنوات قليلة ننافس كمان على المستوى الدولي. خلينا نروح فاصل سريع وهنرجع نكمل مع حضراتكم. يا اهلا بكل حضراتكم من جديد. احنا مشرفنا ومنورنا في الاستوديو نجم من نجوم النادي الاهلي السابقين، كان مميز جدا الحقيقه كلاعب دولي، وحتى بعد اعتزاله واتجاهه للتدريب كانت ليه بصمه مميزه جدا. هنعرف منه تفاصيل كتير عن مسيرته هو الشخصيه، واكيد طبعا بطبيعه الحال هنتكلم معاه عن بطولات النادي الاهلي والتتويج بدوري ابطال افريقيا معانا ومع كل حضراتكم. كابتن عادل عبد الرحمن نجم النادي الاهلي السابق، صباح الفل على حضرتك. صباح الفل كريم، الله يخليك. صباح الفل كابتن عادل، طبعا منورنا، وانا عارفه ان حضرتك مش بتحب صحيان الصبح لا عادي يعني. بس انك تجي لنا انا مبسوطه جدا حقيقي. وحضرتك طبعا يعني قامة كبيرة ومن تاريخ كمان النادي الأهلي، وزي ما بيتقال مش لاعب بس يعني في النادي الأهلي، لا لاعب دولي، وحضرتك فزت برضو ببطولة دوري أبطال أفريقيا تقريبا كانت 93. فيعني عايزين نرجع طبعا قبل ما نتكلم دلوقتي على هذه البطولة والجوائز بتاعتها كمان المادية وغيره وغيره حضرتك مجهزها لنا، بس عايزين نرجع بقى لنوستالجيا 93 الأول. اولا يمكن انا خدت اكتر من بطوله افريقيه يمكن، بس هي بطوله 93 عشان كنت انا جايب الهدف في المباراه النهائيه، فكان معلمه على مع الناس. لكن هي انت عارفه النادي الاهلي نادي بطولات دايما، حتى البطولات الافريقيه من سنه 80 يعني او 82 بدايه 82 بدانا ننتبه للبطوله الافريقيه. يمكن حصل لنا موقف اللي هو احنا خرجنا من البطولة، أو بمعنى الأصح ما كان في قرار من إدارة النادي إن إحنا ما ندخلش البطولة الأفريقية 4 سنين، دي كمان عطلت كمان أرقام تانية كنا ممكن نعملها، لكن الحمد لله يعني كأرقام مميزة للنادي الأهلي، والنادي الأهلي دائما نادي بطولات، والواحد بيبقى سعيد إن هو بيشارك مع النادي الأهلي في أي بطولة، وأي لعيب بيجي النادي الأهلي لو لعب سنة تلاقيه عنده بطولتين ثلاثة، لو لعب 3 4 سنين بتبص تلاقيه عنده أرقام مهولة. في لعيبة كبار جدا في مصر ما لعبوش في النادي الأهلي، دي حقيقة. أرقام يعني ممكن يكون لعبوا كتير أو سنين كتير ما خدوش البطولات اللي ممكن واحد يجي النادي الأهلي ممكن يقعد سنة أو سنتين يبقى عنده 6 7 بطولات يعني. صحيح. طيب يعني الأحوال والأوضاع الكروية اختلفت إلى أي درجة ما بين مرحلة التسعينات وحاليا؟ الاحتراف اللي كان الاحتراف الوهمي في البداية، وخليني بمعنى أنطق عليه وهمي يعني، اللي هو أنت اسمك محترف ولكن مش بتطبق الاحتراف بمعاييره الكاملة يعني. أنا بتكلم على اللوائح أنك أنت تبقى لعيب محترف يعني، الى الان لما تبقى انت لاعب محترف من سنه 90 يبقى لازم يبقى في دوري محترفين، انت مش دوري محترفين الى الان، ده رقم واحد. رقم اتنين، الى الان ما فيش شركه بتدير اي نادي، لانه دوري المحترفين بيعتمد الاعتماد الاولاني على انك تبقى شركه كوره يعني زي العالم كله، والى الان لسه اتحاد الكوره هو اللي بيدير الدوري العام، ما فيش حاجه اسمها كده خالص، ما فيش اتحاد بيدير دوري في العالم كله، اللي بيدير الدوري رابطه اللي هي رابطه الانديه اللي هي بتبقى هي اللي بتدير الدوريات، ما فيش حاجه اسمها اتحاد كوره. الحاجات دي كلها عقبال ما انت تتغير من انك تبقى محترف الى محترف حقيقي عاوز وقت كبير، ولكن الاختلاف هنا بقى في الماده يمكن كانت الاول قليله جدا،
بدأنا بالاحتراف سنة 90 وكان الله يرحمه الكابتن محمود الجواري اللي نادى بيه في البداية. اشتغل كاحتراف ولكن ما كانش اتفعل بصورة جيدة أو لأن الاحتراف دخل وفلوس زي ما النادي الأهلي دلوقتي بيبص على المواضيع دي كلها. ولكن في آخر الأمر هو الأجيال كده والسنين بتعدي وتلاقي الجيل ده يقول إن الجيل ده جيلنا اتظلم والجيل التاني يقول الجيل ليه صحيح كابتن عادل؟ هو كل عادل. جيل يقول لك الجيل اللي قبلي مش عارفة ايه والجيل اللي بعدي ده لسه يعني ليه دايما كده؟ لا ما هو ليه مفيش جيل؟ لا بس طبعا مش بتكلم في الكورة انا بتكلم ان جنرال. لا هي حتى ثقافة. احنا مظلومين يعني. هي لا هي ثقافة انت تقول ان انتوا مظلومين والجيل اللي قبلكم أيوة. يقول لا احنا اللي كنا مظلومين والجيل هي الموضوع هو الموضوع باختصار هو الجيل عمل ايه؟ يعني هو الناس بتعمل ايه؟ وممكن تلاقي ناس يقول لك احنا كنا زمان بنشتغل ما فيش ماده ويعني المقوله دي تتقال يعني كلنا بنلعب من غير الماده دي لوحدها كابتن برضو ممكن تبقى فيها مدعاه للمظلوميه عند البعض الناس اللي بتنتمي للاجيال الاقدم. يعني لما تقعد حضرتك وتسمع او تقرا اخبار او تنمو الى علمك معلومات عن اجور لاعبين عن ملايين في تعاقدات وتعمل فلاش باك كده للزمن الجميل اللي ما كانش فيه الارقام دي خالص فاكيد برضو اكيد بتحس ان في فرق. تحب اديك مفاجاه انا مش عايزين نسخن يعني لا 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 تحب اديك مفاجاه قويه جدا. ايه بقى؟ تخيل سنه 90 بدا الاحتراف كان بيجددوا للاعيب النادي الاهلي مين هم؟ طاهر ابو زيد. بص الاسماء طبعا انا مع احترامي يعني الكباتن بس انا هقولهم عشان السرعه. طاهر ابو زيد، ثابت البطل، محمود صالح، علاء ميهوب، بدرجة، ربيع سين. أنا بقول لك أسماء ولسه في كتير يعني. تخيل الأسماء، محمد رمضان، أيمن شوقي، علاء عبد الصادق. أنا بكلمك على أسماء كل واحد كان بياخد في الثلاث سنين 20,000 جنيه في الثلاث سنين وكلهم زي بعض. أوه تخيل. طيب هقول لك حاجه، هو ده ياكد وجهه النظر. 20,000 جنيه وقتها لا 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 يعني هل كان هو ده سؤالي هل كانت تعادل مثلا 2 مليون ولا 200,000؟ لا تعادل دلوقتي مليون مع مليون. المقابل ان في الزمن ده ربنا يزيد ثلاث مواسم خلي بالك ثلاث مواسم بكلمك في ثلاث مواسم. لا الحاجه الثانيه المهمه، لو هم اللعيبه دي جم في الزمن ده علشان تدفع لهم فلوس ما افتكرش ان انت ممكن تدفع لهم مش اقل من 2 مليار 3 مليار على ارقام لا على ارقام اللعيبه الحاليه. فانا بقول لك يعني هي دي المفارقات يعني. ولكن في الاخر هو الدنيا كده يعني. المهم ان انت مش تاخد، المهم انت هتديني ايه عشان تاخد. هي الحياه انك انت ارقام، كل واحد عايش برقم. انت ممكن تكون لعيب كبير قوي وبتاخد رقم يناسب الاداء اللي انت بتاديه. يعني على سبيل المثال مثلا انا كمدرب مثلا انا عندي وليد سليمان. لما يجي وليد سليمان يجدد معايا لو انا مدرب وايدي وانا اللي هجدد لوليد باي رقم هو عايزه علشان احتياج اللاعب او اداء اللاعب او بالمعنى الاصح اللاعب بيعمل لك ايه في الفرقه. صحيح. في لعيبه تانيه ممكن يكون مبالغ جدا في ارقامها. أنا مش بتكلم في النادي الأهلي، بتكلم في الكرة. وحجم الإفادة لا يتماشى مع الرقم. أيوة. مقارنة بالأداء يعني حضرتك تقصد؟ وفي حاجة تانية مهمة أوي. في أرقام بتدفع في لاعبين أنت مش محتاج ليها. على فكرة ما بتكلمش عن النادي الأهلي، بكلمك على الاحتراف يعني. لدرجة إن في أندية بتاخد لعيبة لمجرد إن هي تحرمها من أندية أخرى وما بيأديش معاك. أو حكاية في الأندية. أيوة وما بيأديش معاك، فالاحتراف هنا مش كلمة. الاحتراف مؤسسة. كرة القدم بقت صناعة. بقت صناعة ممكن تجيب لك أرقام. يعني على سبيل المثال مثلا الناس فاهمة أن مباراة النهائي أفريقيا دي مباراة عادية. لا هي مش مباراة عادية خالص. أنت لو عاوز تتكلم عليها في مكاسبها المادية والنفسية والمعنوية هتبص تلاقي النادي الأهلي عمل أرقام فلكية من المال مثلا. عاوز أقول لك يعني أنا خايفة نتحسد لو قلنا الجدول اللي حضرتك جايبه ده والله. لا هو لا هو بصي لا هو هو لا ما احنا نقول أرقام ونبخر. لا ما أنا عاوز أقول لك حاجة كريم، احنا كمان بنصرف، ما أنت الكرة بتصرف يعني. ولكن احنا بنتكلم في إيه؟ إن الفرقة لما تيجي تكسب فلوس يعني العالم كله كده يعني. أنت دلوقتي محمد صلاح ده بقى رقم. عشان كده محمد صلاح لما بيمشي في اي مكان محمد صلاح بيخلي باله منهم قوي، لانه
اقتصاد ماشي النادي. صحيح. يعني دي حقيقه فعلا. انت فعلا. كنادي اهلي انت دلوقتي اقتصاد. يعني يعني عايز اقول لك انك اول حاجه لما تيجي تاخد البطوله وتاخد رقم وبعدين تروح كاس العالم يترتب على البطوله اشياء اخرى كتير قوي. دي واحد. اتنين، المهم بترفع السبونسر بتاعك لرقم برضو لما بتروح كاس العالم للانديه. ما هي دي كره القدم، هو ده الاحتراف اللي هي. ما احنا بنصرف كتير. ايوه طبعا ده يعني ده دي جزئيه الصناعه. ما هي دي يعني يعني انا عايز اقول لك حاجه كتير قوي. مثلا لما كانوا بيتكلموا على قطاعات الناشئين في مصر، في ناس بتاخدها كقطاع ناشئين. يعني عارف يا كريم يقول لك ايه؟ يقول لك اهو موجود في النادي وخلاص، حاجه موجوده في النادي يبقى في قطاع ناشئين موجود علشان الناس تقول ان النادي بيطلع لعيبه. مش لا، ده هو اقتصاد. انت بتتكلم في ممكن تصرف على النادي من القطاع. انا بتكلم على الانديه اللي على سبيل المثال مثلا النادي الاسماعيلي. ما هو النادي الاسماعيلي طول عمره بيفرغ لاعبين كتيره قوي طبعا. وبيطلع لاعبين وبيبيع كويس وبيعمل رقم. كان بينافس طبعا في كل البطولات المحليه. النادي الاسماعيلي نادي كبير طبعا، ولكن كمان كان بيطلع لاعبين. النادي الاهلي ما بيطلع لاعبين. انت تخيل احنا مثلا على سبيل المثال عندنا لعيبه احنا مربينا في النادي الاهلي ومطلعينها من الناشئين للفريق. عندنا عماد متعب. لا كتير يعني. عارفه احنا من اكتر الانديه اللي طلعنا لعيبه، ولكن علشان انت نادي بطولات فالناس يقول لك ليه ما بتلعبوش ناشئين، علشان الناس فاهمه انه البطوله لما لاعب ناشئ وممكن يحصل اي حاجه. النادي الاهلي لو كسب البطوله بنلعب مباراه عاديه. يعني احنا كسبنا الدوري لو فاكرين عادي جدا وبنلعب مباريات تحصيل حاصل. قالوا ايه؟ ان النادي الاهلي لو تعادل بس النادي الاهلي هيتقطعوا ويقول لك النادي الاهلي. احنا 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 سنه 94 خدنا ثلاث بطولات او اربع بطولات، خدنا الدوري وخدنا الكاس، خدنا كاس افريقيا وخدنا البطوله العربيه النادي الاهلي. وكان فاضل لنا احنا ناهيين الدوري قبليها بحوالي مثلا ثلاث اسابيع اربع اسابيع، فكنا بنلعب مباراه عاديه يعني. فكنا بنلعب جمهوريه شبين، انا فاكر المباراه اتعادلنا 2-2. احنا واخدين دوري واربع بطولات والموضوع محسوم خلاص. اه كتبوا في الجرايد تاني يوم شمس الاهلي غابت ايه ده، احنا واخدين الدوري واحنا كمان كنادي احنا كمان كفرقه ما عرفناش ولا فرحنا بالدوري ولا اي حاجه. الدوري 94 برضو او مع الاسماعيل مباراه فاصله والكابتن الله يرحمه الكابتن طارق سليم، احنا خلصنا الدوري كسبنا في اسكندريه مباراه فاصله مع الاسماعيل، وكان رحمة الله عليه فاروق الفيشاوي أهلاوي جدا وكان طبعاً. دخل لنا الأوضة وفرحان جدا بينا وبيسلم علينا. كابتن طارق قال له لا، علشان احنا كنا كسبانين 4-0 والإسماعيلي رجع 4-3، فقال لك الدوري وحش. دي ثقافة النادي الأهلي. فده النادي الأهلي الحقيقي اللي هو طول عمره الأداء بتاعه لازم تبقى أنت على القمة في كل وقت وفي أي وقت. وكان التنافس كمان فعلا بين الانديه اكبر يمكن زمان. يعني زي حضرتك بتذكرت دلوقتي برضو الاسماعيلي فعلا طلع كتير من لعيبه الاهلي بقى مؤخرا، يعني مثلا بركات، شريف عبد الفضيل، احمد حسن، كل دول كانوا اسماعيلي بتهيألي. صح كده؟ انت كده تقلب الناس عليك. ليه؟ بالعكس بالعكس. خلي بالك في حاجه مهمه، مش المهم الاسم اللاعب جاي منين. ده بتكلم ان كان حتى التنافس كان موجود قوي، لان لا ممكن يكون في غياب الى حد ما للتنافس ربما. لا لا، انا عايز اقول لك ايه، ممكن تكون انت جاي اسمك مرتبط بنادي لكن مش جاي من نفس النادي. يعني انا يعني مش عايزين نخش في الموضوع ده لان أيوة الموضوع أيوة ده ما قلناش حاجه على فكره. لا لا، الموضوع ده شائك قوي بالنسبه لنا. يعني ليه؟ لانه دائما الناس بتقول ان احنا بناخد اللعيبه ومش بناخد اللعيبه، ده احتراف العالم. ما هو ده اللي احنا بنقوله، هو محمد احتراف. صلاح محمد صلاح جاي منين؟ ومحمد صلاح متربي في ليفربول، وميسي احتمال يروح فين؟ ما هي قصه احتراف ملهاش دعوه. كان فين وبقى فين؟ لكن هو الامر ايه؟ الامر انك انت ازاي تستثمر في كرة القدم في كل المجالات في ناديك. انت ازاي توصل بفرقتك انك انت توصل تبقى رقم كبير في العالم وليس في مصر. يعني بس هو مش الاستثمار ده في حد ذاته كابتن عادل، ولو انا غلطان ارجوك صح. اتفضل. الحكاية ابتدت برياضة كرة القدم وتحولت بالتدريج الى صناعة كرة القدم وتقريبا انتهت الى تجارة كرة القدم. دي حقيقة. ما اشوف عايز اقول لك حاجة، لو ارتضيت ان هي تبقى صناعه
يبقى انت بتتكلم في ماده واقتصاد تمام. الماده والاقتصاد علشان تبقى انت بتكسب يبقى لازم تأدي اداء كويس زي النادي الاهلي طبعا. يعني انا بص لك انت تخيل ان انك انت لما تروح كاس العالم للانديه هتاخد رقم تاني، تاخد رقم كبير، ده رقم واحد. دي الجوائز العينيه اللي هي الدولارات والحاجات دي اللي بتحصل، لكن انت اصلا كمان بتزيد السبونسر بتاعك، بيزيد اسم النادي، لو انت بتاخد رقم كذا ممكن تطلب كذا، انت فاهمني؟ فهو ده المهم. ولكن ازاي انت بتستثمرها؟ ما هو في ناس بتهدر مال كتير قوي في انديه كتير، يعني في انديه جابت حوالي 150 لعيب في 10 سنين، دي حقيقه. لو حسبت ارقامهم تلاقي اكتر من مليار جنيه. المليار استفدت منه من اللاعبين، بعت منه بكام؟ علشان كده في اللعب المالي النظيف في اوروبا. ايه اللي بيحصل؟ ما تشتريش انت لما بتكسب، يعني ما ينفعش انت تشتري لي بمليار جنيه وما بتكسبش 200,000 جنيه او 100 مليون جنيه. انت لازم علشان اسمح لك انك تشتري، وانك انت لما تيجي تبيع مثلا لو اشتريت ب 500 لازم تبيع تكون بايع ب 400 او 300 عشان الفروقات دي. وهتعمل ايه بعد كده وهتدفع ارقام ايه بعد كده؟ ما هو ده الاحتراف ودي كرة القدم. يعني برضه يعني الموضوع الفلوس لما بتدخل في حاجات يا اما تصلحها يا اما تفسدها في بعض الاحيان. دي حقيقه. ولكن على سبيل المثال اديك مثال بسيط قوي في النادي الاهلي احنا عملناه الفتره اللي فاتت. يعني انت بتتكلم في النادي الاهلي طول الوقت مثلا عندك اكتر من لاعب زي مثلا ايفونا مثلا. لما جه واتباع ايفونا ما هو جه اتباع برقم كويس. انت لما جيت بعت لعيبه تانية كتيره بعتها، وبعدين انت لما بتجيب لعيبه كويسه انت بتاخد بطولات، فلما بتاخد بطولات بتاخد ارقام كويسه. هو ده اللي انت بتصلح بيه. لكن في حاجه تانية، انك انت لو مشيت في طريق غلط وجبت لاعبين بصوره غلط ودفعت ارقام عاليه قوي وما جبتش دخل اكيد هيبقى فيه. وخلي بالك العالم كله بيبقى عنده مدين، فالانديه كلها خسرانه. يعني لو انت عملت احصائيه في العالم كله، حتى ريال مدريد حتى برشلونه في عندهم قدر من التهذير المالي، وهي دي كره القدم. علشان الارقام بقت اللعيبه مبالغ فيها زي مصر هنا. ما انت عندك مبالغ. انا حضرتك كابتن عادل تعالى بس ناخد المكالمه دي ونشوف مضمون الحوار هيتفق ولا هيختلف مع النقط اللي احنا بنتكلم فيها. احنا معانا على التليفون الاستاذ العمري فاروق وهو نائب رئيس النادي الاهلي. صباح الخير على حضرتك يا فندم، اهلا بيك. صباح الخير. صباح الخير عليكم جميعا، وكل سنه وانتم طيبين وان شاء الله كده دايما كده يا رب في افراح. طبعا ترحب طبعا بالكابتن عادل عبد الرحمن كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي. اهلا سياده الوزير، ازيك؟ الحوار خدنا لحته بقى او لتفصيله الجزء التجاري في صناعه كره القدم في الفتره الاخيره. حضرتك لو متابع معانا الحوار من اوله تقول لنا يا ترى رايك ايه في اللي احنا بنتكلم فيه ده؟ لا هو ما بقاش رأي خلاص، هو بقى علم، بقى علم خلاص. الرياضة بقت صناعة وبقى استثمار وبقى اقتصاد، وبقت دول بتطلع من عثراتها المالية من خلال تنظيم بطولات عالمية، وعندنا عينات كتيرة. بقى سياحة رياضية، بقى استثمار، يعني البريمير ليج في انجلترا طبعا. لو نشوف كم التدفق اللي بيحصل من ما بين الدول المحيطة علشان يحضروا ماتشات والحجوزات والسيزون تاكت والرعاية والبث الفضائي. لا بقت الأرقام والموضوع بقى مختلف تماما، بقى علم، بقى دراسة، وبقى إدارة، وبقى استثمار. وعلى فكرة في مصر كمان عندنا الدنيا اتغيرت خالص. يعني لو احنا نبص على حجم الأندية اللي بدأت تستثمر كقطاع خاص، هنلاقي بدأت شخصيات كمان مرموقة في المجتمع المصري ومرموقة في المجتمع الاقتصادي والاستثماري بدأت تخش الملف الرياضي، لأنها شايفة أن الملف الرياضي بطبيعته ملف بقى مربح وبقى مختلف وبقى بيتكلم على صناعه رياضيه كامله. يعني فيما يتعلق بالنادي الاهلي كل النقاط اللي تم يعني مناقشتها دلوقتي بتؤخذ في الاعتبار بطبيعه الحال في حال التعاقد مع لاعب جديد او في حال الاستغناء عن لاعب كان موجود ضمن صفوف الفريق، مش كده برضو؟ لا بص حضرتك، النادي الاهلي ليه تخطيطاته اللي موجوده على الارض اللي بتقول انه النادي الاهلي خلال الفتره القادمه ان شاء الله احيانا المولى هيتحرك بالملفات في اطر ثانيه خالص.
ويبقى واحد من الانديه اللي يعني الكبيره جدا اللي موجوده في منطقه الشرق الاوسط اللي بتشتغل بحرفيه كامله خلال الفتره الجايه. انت رايح الفتره الجايه بتطرح شركه الكوره للنادي الاهلي، بتطرح شركه استاد النادي الاهلي، بتطرح شركه سياحيه تخدم النادي الاهلي وتخدم اعضائه. النادي الاهلي بقى ملف مختلف. النادي الاهلي نموذج على فكره مش موجود على مستوى العالم، ده حقيقي. مش بنقول ده عشان احنا اهلاويه او علشان انا نائب رئيس النادي الاهلي، لا، لانه هات انديه بره عندها عدد الافرع بتاعه النادي الاهلي، هات انديه بره عندها الجزء الخدمه المجتمعيه بتاعه النادي الاهلي او الخدمه خاصه بالاعضاء، هات انديه بره فيها عدد الاعضاء اللي موجوده في النادي الاهلي. النموذج المصري مختلف تماما عن النموذج العالمي. انت دلوقتي كمان بقيت عايز تجمع ما بين الطرفين، ما بين ان النادي الاهلي يبقى عنده شركات وعنده رؤيته وعنده مؤسسات وعنده الكلام ده كله، بجانب يعني لما ترجع بالذاكره كده لو نتذكر سنه 2001 2002 في وقت ما كانش في حد بيسمع عن حاجه في مصر اسمها استثمار رياضي. النادي الاهلي انشا اول اداره استثمار لما كان ماسكها المهندس عادل القيعي، وفي الوقت دوت النادي الاهلي ناس هجمته وقال لك ده نوع من انواع اهدار المال العام، انما اتضح ان النادي الاهلي هو اللي شايف وهو اللي باصص وهو اللي عنده الرؤيه والفيجن للمستقبل. وهكذا لما طرح قناه النادي الاهلي، ولما طرح محلات الاهلي ستور، ولما طرح الموقع النادي الاهلي، ولما طرح خطوط الدي اس ال ايام زمان اول ما طلعت ما كانش في بقى الفايبر اوبتكس والحاجات دي كلها، كان في الدي اس ال وكنا طارحين لو تتذكروا 0 6 7 0 5 7 6 1، كان ده خط الدي اس ال اللي بيخش البيوت كلها واللي بيتحرك. فالنادي الاهلي عنده فيجن محطوط على الـ الـ على الارض كبير جدا خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله. والرؤيه دي يا فندم ساعدت على ان النادي يتدارك الازمه الاقتصاديه اللي طبعا العالم كله الحقيقه كان بيعاني منها بفعل جائحه كورونا. بص، اكيد النادي الاهلي تاثر، ما ينفعش النادي الاهلي ما يتاثرش. النادي الاهلي وحده من وحدات مجتمع عالمي، فهو اوريدي لازم كان هيحصل عنده تاثير. انما في فرق بقى ما بين ان التاثير ده ان انت تعرف تخرج منه او تعرف تجدوله او تعرف تتحرك عليه عشان يبقى عندك فيجن مستقبلي كبير جدا، هو ده اللي انت عملته. يعني انت في التوقيت ده اللي الناس كانت بتقلل مرتبات انت التزمت بكل مرتباتك، التوقيت ده اللي كانت المفروض فيه عقود لاعبينك انت التزمت بكل عقود لاعبينك. انت ما خرجتش بره الاطار انك تيجي على اي حد جوه منظومه النادي الاهلي وتيجي تقول له نتيجه الظروف انا هقلل كلام ولا اثر على تطورات الانشاءات اللي احنا تقريبا في كل حلقه من حلقات البرنامج خالص بنتكلم عنها خالص. انما طبعا اكيد عندك بعض الـ 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 الخسائر ممكن تبقى شويه في الـ في الـ في, الـ في الميزانيه، ده امر طبيعي لانك كان عندك عدد من اللعيبه اللي انت نتيجه الفتره بتاعت الكورونا المواسم دخلت في بعضها، في لعيبه ما عرفتش تتحرك معاها انك تبيعها بالشكل المناسب، ده امر طبيعي نتيجه العصر اللي حصلت في الوضع نفسه. انما كرؤيه وفيجن على الارض، لا، النادي الاهلي خلال الفتره الجايه طرح ملفات كثيره جدا، بيقوم بدراسه مجلس اداره الحقيقه بيقوم بدراسه ملفات كثيره جدا خلال الفتره الجايه هتطرح للاعلام ان شاء الله باذن الله رب العالمين، هتبقى حاجه مميزه جدا بخلاف كمان الثلاث شركات اللي المفروض هيطرحوا. يعني في حاجات كتيره جدا بتعد داخل ادراج النادي الاهلي للفتره القادمه ان شاء الله باذن الله. طيب سياده النائب، انا الاول صباح الخير على حضرتك طبعا. صباح النور. اهلا بيك. وانا بما بقى حضرتك فتحت فكره هنا او موضوع الملفات اللي لسه مطروحه، انا وكريم النهارده معانا فقره تحديدا عن كره القدم النسائيه، ودي حاجه برضو احنا حابين ان هي جدا تدخل النادي الاهلي طبعا، وهي بقى لها فتره فعلا بتدرس، فخلينا برضو نعرف من حضرتك تفاصيل. هي مش مسألة كده، النادي الأهلي تملي لما بيدرس حاجة بيدرس حاجة وعينه على إنه دايما يبقى صاحب المرتبة الأولى، ما ينفعش النادي الأهلي يبقى صاحب المرتبة الثانية. وبالتالي النادي الأهلي لو هيتحرك في أي ملف يتحرك فيه هو درس كويس قوي، وإزاي عنده عدد سنوات لو بيتحرك في ملف جديد في مجال جديد إنه إزاي يبقى نمرة واحد. لحد الوقت الحالي طبعا عندنا تصور موجود على الأرض، طبعا الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس قطاع الكوره او رئيس لجنه الكوره، اللي المفروض لو هو شايف هو ما قدمش الحقيقه، لو هو شايف ان الفتره الجايه احنا محتاجين ندخل في الكوره النسائيه هيتقدم ده اكيد لمجلس اداره النادي الاهلي. انما لحد الوقت الحالي احنا مش متحركين الحقيقه على الملف ده، عندنا عدد العاب كبيره جدا، احنا عندنا كمان هدف جوه النادي الاهلي ان احنا يبقى في عندنا ابطال اولمبيين
وبالتالي احنا شغالين على ده وبنطور ده وبنعمل لهم برامج اعداد. يمكن ماهر الشريف اللي طلعت في التنس دي من النادي الاهلي، في حاجات كتير جدا موجوده في الكاراتيه في النادي الاهلي، في العاب القوه في ناس من النادي الاهلي، البنوته بتاعتنا بتاعت الخاصه بتنس الطاوله من النادي الاهلي، كل الكلام ده من النادي الاهلي. فانت النهارده شغاله كمان على ان انت يبقى ليكي دور في الدوله خلال الفتره الجايه، ان ازاي تطلعي ابطال اولمبيين، لان في النهايه الميداليه الاولمبيه دي حاجه قيمتها كبيره جدا طبعا. جدا يعني لسه الموضوع لسه يعني في وضع نقدر نقول لسه الديسكشن، او يعني لسه النادي لسه بيقرر اذا كان هيعمل هذا الفرع ولا لا، تمام كده؟ لا هو لم يطرح لسه في لسه لم يطرح، مجرد فكره يعني خاصه بالموضوع ده. انما ما فيش حاجة مش تحت الدراسة، تمام. ده أمر طبيعي، ما فيش حاجة مش تحت الدراسة. طيب في طيب أنا عايزة بس أروح مع حضرتك كمان ليه في كتير من البروتوكولات النادي الأهلي برضو عاملها مع زي على سبيل المثال مع اليونيسف، ودي حاجة خاصة بالطفل، يمكن في مبادرات كتيرة جدا اتعملت برضو خاصة بملف الطفل، فعايزين نعرف من حضرتك برضو النقطة دي، أعتقد برضو مهمة جدا. ما انا زي ما بقول لحضرتك النادي الاهلي عنده ملفات كتيره جدا بيشتغل عليها، لان نموذج النادي الاهلي مختلف عن النماذج الرياضيه الاخرى. يعني ايه النماذج الرياضيه؟ يعني بره في اوروبا كل الانديه عباره عن شركات مساهمه فقط لا غير. النادي الاهلي نادي رياضي مجتمعي، النادي الاهلي نادي رياضي عنده عدد افرع. يعني ريال مدريد لما جولنا في الاحتفاليه المئويه وجم زاروا النادي الاهلي استغربوا انه هذا الكم من المساحات وهذا الكم من الاعضاء وهذا الكم من الانشاءات وهذا الكم، النموذج ده مش موجود في اوروبا، ده حقيقي على الارض، ده مش موجود في اوروبا. بره بيلعبوا النادي عباره عن لعبتين ثلاث العاب، هتلاقي ريال مدريد مثلا كوره ومثلا وطايره وباسكت، هتلاقي مش عارف ايه ده هاندبول وكذا. انما النادي الاهلي لا، النادي الاهلي بيدير حوالي 24 لعبة ولاد وبنات وأعمار سنية وفئات متنوعة من الألعاب، باسكت، طايرة، هاندبول، سباحة، غطس، باليه مائي، كرة قدم، كاراتيه، ألعاب قوة بكل تفاصيلها، جمباز، تنس طاولة، تنس أرضي، مجموعات كبيرة جدا جدا جدا. وخدي بالك النادي الأهلي بطبيعته عنده دور مختلف، عنده دور مجتمعي. يعني لما بنقرر نفتح مثلا في منطقة الشيخ زايد بتنعكس على مصلحة الدولة بإيجابية شديدة جدا. مجرد أن النادي الأهلي يعلن يلاقي سعر متر الأرض اللي جنب النادي الأهلي راح في حتة تانية خالص، وبالتالي اقتصاديات الملف نفسه بوجود النادي الأهلي في المجتمع المصري في مجال معين بيغير له المسار. الأهلي النهاردة بيفكر يطلع في المحافظات ويطلع في دول أفريقيا، كل ده جاي، كل ده جاي ان شاء الله. سيادة النائب احنا بنتمنى كل النجاح اكيد للنادي الاهلي ولاداره النادي الاهلي. شكرا لحضرتك سيادة النائب العام. شكرا جزيلا. ده الموضوع بقى اتصعد جامد، والتفصيل اللي كنا بنتكلم فيها فكره الجزء التجاري او الشق التجاري في المنظومه الرياضيه، يعني الحقيقه الموضوع اتصعد جامد في الاطار ده. خد بالك الاستاذ العمري الوزير عمرو فاروق لما جه يتكلم على الانديه في اوروبا، هم عاداتهم غير عاداتنا، يعني ما فيش حاجه اسمها عضو في نادي ريال مدريد، يعني دي فرقه بقى فيها ثلاث العاب او اربع العاب، ولكن ده اقتصاد قوي جدا، يعني هم مركزين في دي. لكن انت علشان عندك دور زي ما الاستاذ عمرو اتكلم على دورك في المجتمع المصري، انك تعمل العاب كثيره وتعمل للاعضاء وتعمل خدمات للاعضاء، دي ده حاجه غير الكوره خالص. يعني علشان كده انت لما تيجي تعمل عاوز تجيب فلوس لاي نادي، انت هتجيبها منين؟ من اللعبه الشعبيه الاولى او انت تجمد الالعاب الاخرى علشان تدي دخل، ما تبقاش تصرف بس. فهي قضيه كبيره جدا، وقضيه المفترض ان الناس تبقى تاخد بالها منها، يعني في الانديه كلها، لانك انت لو ما وقفتش العصر وانك ما بحثتش عن دخل، يعني لك ان تتخيل في انديه شعبيه جماهيريه انتهت في مصر. يعني انت بتتكلم على المحله مثلا، هي رجعت الدوري ودي حاجه كويسه قوي، لكن المحله دي طول عمرها نادي رقم كبير ونادي ورقم صعب في مصر في كرة القدم. المفترض انه ما كانش يغيب عن الدوري دقيقة، مش سنين. نادي المنصورة انت بتتكلم، الجماهير، الكروم، الترسانة،
انت فكل كل الناس دي لو ما انتبهتش ان هي تحسن، يعني عايز اقول لك دخلها بالمعنى الاصح، وان هي تبقى عندها اقتصاد ليها خاص، وان هي تعرف تجيب فلوس، هتبعد وهتدخل شركات. واديك شفت المستثمرين فعلا دخلوا تجربه بيراميدز. تجربه بيراميدز دي تجربه هايله جدا في مصر. خلي بالك الناس ممكن يكون في شد وحاجات كده، لكن التجربه نفسها ناجحه جدا فوق ما تتخيل، بدليل ان هو نادي عندك في اربعه من اربعه لسته او سبعه لعيبه في المنتخب القومي، يعني افاد الكره المصريه، وعمل جايين من منين؟ ايوه ما هو احتراف، ما احنا بنتكلم على احتراف، ولكن يعني ايوه مش يعني مش نشأ وبعدين يعني كبروا مثلا في فريق اول. لا بص انا عاوز اقول لك حاجه، ما هو انت في انديه لو خدت تاريخها تلاقيها انشات مثلا سنه 72 وفي انديه انشات سنه 86 وفي انديه انشات سنه 98 وفي 2007 وانديه بتاخد بطولات دلوقتي. لكن هو الامر اللي انا بتكلم الافاده انك كل ما تكتر الانديه، يعني دلوقتي اف سي مصر اتخذت اللي هي زاد طب دي حاجه، دي حاجه هتبقى كويسه مع بيراميدز، هيدخل خمس ست انديه. يعني انا كنت اتمنى ان حد يستثمر مثلا في المحله، في المنصوره، في الكروم، في الترسانه، في الانديه الكبيره دي بالزبط. اللي تقدر تجيب رقم اولا هيجيبوا لي هيعملوا لك في الرياضه او في كره القدم، انا بتكلم على كره القدم. احنا لو اتكلمنا على الدوري اللي قبل ده كان بيراميدز رقم كويس فيه وعامل اداء كويس، ولو اتكلمنا بلعب فاينل افريقيا يعني حاجه كويسه وتجربه حلوه. ويمكن ملابسات انتقال اللاعبين الى هذا الفريق بصفه خاصه يعني هي اللي خطفت الانظار وبعدت الانتباه عن الفكره في حد ذاتها، فكره ان يبقى في منظومه رياضيه ليها الحسابات اللي حضرتك بتتكلم عليها. يعني هستاذن حضرتك بس احنا لازم نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا في النقطه دي وفي غيرها من النقاط. فاصل ثم عوده 10 الصبح في الاهلي. اتفضل. مرحبا بحضراتكم مره ثانيه وحديثنا مستمر مع كابتن عادل. وبس اسمحوا لنا دلوقتي، اسمح لنا كابتن عادل سريعا هنروح دلوقتي معانا زميلنا العزيز مينا ماهر، هو معاه عم حارس الجميل دلوقتي في النادي وعامل اللقاء ده. خلينا كده نروح نستمع لهذا اللقاء. مينا صباح الخير كده، وسلم لنا في البدايه على عم حارس. صباح الخير. بجد تحياتي ليك يا كريم وليك يا نهواند، يعني معايا قامه ورمز وتاريخ في النادي الاهلي هنا معايا عم حارس. عم حارس في البدايه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، يعني وعايز اعرف مبارك لك طبعا في البدايه على البطوله، وعايز اعرف منك الكواليس والاجواء. يمكن شايفينك يعني كنت بتتنطط في الملعب ومبسوط، عايز اعرف منك الكواليس وازاي فرحت مع اللعيبه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بشكر اول حاجه قناه الاهلي طبعا اللي هي استضافتني دلوقتي، واقول لكم اللي انا كنت سعيد طبعا بالبطوله التاسعه لبطوله افريقيا، وكنت يعني وانا بعد المباراه واحنا ماشيين على الطريق كوبري اكتوبر فوق الفرحه مساعيه جمهور نادي الاهلي. جمهور الاهلي طبعا يعتبر بنقول 70 مليون اللي هم بيشجعوا الاهلي، واحنا ماشيين في نفس الطريق، احنا جايين من استاد القاهره لحد النادي الاهلي في الجزيره في خلال 3 ساعات. يمكن يا عم حارس عايزين نعرف منك بعد ما روحت ازاي احتفلت مع الاسره، ازاي احتفلت مع الناس والجيران، كلمني اكتر عن يومك والكواليس في اليوم ده. طبعا الكواليس في اليوم دوت اللي انا روحت في المنطقه مروح وفرحان، ولقيت الشارع كله الكوتش حارس جه بيقولوا كل اللي يقابلني مبروك ببطوله افريقيا البطوله التاسعه يا عم حارس. طب عايز اعرف منك يا عم حارس في البطولات اللي زي دي والنهائيات اللي زي دي بتسعد مع اللعيبه ازاي، بتتكلم مع اللعيبه ازاي، يعني انا عارف انك بتوفر كل سبل الراحه للاعبين ان هم ينزلوا ويركزوا ويادوا اداء قوي جدا، كلمني اكتر ازاي اليوم ده يعني رتبت له وجهزت له. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الاول احنا قبلها بخلال اسبوع بعد مباراه الكاس مصر بتاعتنا قفلنا الباب على نفسنا وبينا مركزين في مباراه الزمالك، بس احنا رايحين بنعمل الراحه للجميع اللاعبين ان ما بفكرش ويركز فيه ايه هذا المباراه، بس يعني ما بين من جميع الادوات بنحضرها له والخدمات بنعملها له علشان اللي هو يركز في المباراه عشان يعمل مباراه كويسه. وجميع لعيبه نادي الاهلي بشكرها طبعا على البطوله التاسعه اللي هي كانت غايبه عننا بقالها 7 سنين اللي هم دخلوها نادي الاهلي وهم بيهدوها رقم واحد لجمهور نادي الاهلي.
طيب طبعا احنا عارفين ان كوتش موسيماني قفل صفحه بطوله افريقيا وخلاص بنركز عندنا في خلال 5-6 ايام بطوله محليه اخرى. كلمني ازاي بنستعد، ازاي قفلنا خلاص بنبدا بطوله جديده ومشوار جديد ولقب جديد للنادي الاهلي. طبعا بعد مباراه الزمالك طبعا احنا فرحنا 24 ساعه. بعد ال 24 ساعه طبعا قفلنا الباب على نفسنا تاني، لان في بطوله جديده اللي هي بطوله اسمها بطوله كاس مصر. طبعا بنستعدلها استعداد جامد، لانه عندنا مباراه بكره مع الاتحاد الاسكندري في السويس، وان شاء الله نكسب الاتحاد وهنركز اكتر في مباراه النهائي بيننا وبين طلائع الجيش او بيننا وبين نادي الزمالك. طب يمكن انا عم حارس كان ليا لقاء معاك قبل مباراه الزمالك وقلت لك تقول لجماهير النادي الاهلي، قلت لي ان شاء الله هنفرح جماهير النادي الاهلي وان شاء الله النجمه التاسعه هتكون هنا في النادي الاهلي. تقول ايه لجماهير النادي الاهلي قبل مباراه نصف نهائي كاس مصر؟ اقول لجمهور الاهلي برضو استمروا وخليكم ورانا برضو، وان شاء الله اللي احنا هنفرحكم ونجيب لكم البطوله التاسعه. ده كان لقائي مع وش السعد عم حارس، يمكن تاريخ وقامة كبيرة من قامات النادي الأهلي. يمكن أنا بتفائل بيه، كلمت معه قبل ماتش الزمالك وقلت له عم حارس تقول إيه لجماهير النادي الأهلي؟ قال لي أوعدهم بالبطولة إن شاء الله، اللعيبة رجالة ومركزين. دلوقتي عم حارس على الهوا بيوعدنا ببطولة كاس مصر إن شاء الله. لو في أي أسئلة أو استفسارات لعم حارس أنا معاكو في الاستوديو. لا احنا بنشكرك جدا يا مينا على اللقاء الجميل ده، وعم حارس فعلا رمز جميل وتاريخ اكيد حضرتك يعني مدرب. بتكلم كلام مدربين والله. راجل يعني جميل فعلا حارس. يعني انا طلعت، انا كنت صغير في النادي الاهلي وكنت في الناشئين، كان حارس مع الفريق الاول، وبعدين طلعنا عليه وهو كان متواجد، وحارس من الناس اللي بيعشقوا النادي دي حقيقه. وبعدين كمان ليه دور كبير، خلي بالك. طبعا. المنظومه طبعًا. المنظومه بتبدا من الملعب حتى بره الملعب، يعني نفسي هو ليه دور فيه. طبعا. لا وخلي بالك احيانا كتير قوي كنا بنتكسف منهم الناس دي، يعني حارس وسيد والله يرحمه حنفي وسالم، الناس اللي هي كانت موجوده احيانا كنا بنلعب عشانهم، دي حقيقه. تخيل انت لما بيجي واحد يقول لك جيت علينا فتره، يجي يعني يقول لك ايه العبوا بقى، عاوزين ناخد مكافاه شهر ولا شهرين، احنا العبوا لنا بقى خلصوا وكسبونا البطوله دي علشان احنا محتاجينها. دي حاجه. الحاجه الثانيه لما بيعكسوا نبض الشارع لينا، يعني مثلا يجي يدخل علينا لو مبسوط مننا ومبسوطين بيعاملونا كويس قوي، لو مش مبسوط منك في المباريات بص تلاقي يعني المعامله ايه. اتفضل. والحقيقه من اكثر الشخصيات الاهلاويه واكثر يعني اكثرهم شعبيه وجماهيريه. في ناس كتير. طبعا خلي بالك في ناس كتير، علشان مش حارس بس، مش عم حارس بس. لا في سيد، في ناس اقدم كمان من عم حارس. يعني الله يرحمه حنفي، لا وفي سيد وفي مكي وفي ناس كتير قوي بيساعدوا الفرقه، ويمكن هم اصدقاء للعيبه اكتر من مسؤولين كتير. صحيح. طيب عشان الوقت ما يسرقناش كابتن عادل، عايزين بقى نعرف من حضرتك كده رؤيتك لحصولنا على النجمه التاسعه. مشوار دوري ابطال افريقيا، وكيف حصلنا على هذا اللقب وعلى هذا الكاس الغالي؟ خد بالك يا كريم الموضوع كان فيه صعوبه كبيره قوي، ولكن انا عايز اقول لك اداء جيد قوي من لجنه الكره وكابتن محمود الخطيب. هقول لك ليه. ناس طبعا يقول لك علشان في قناه الاهلي فتقولوا كده، لا انا هقول لك حقائق. يعني تخيل انت موضوع فايلر كان عندك مشكله كبيره جدا في الفتره اللي هو ما بعد كورونا، لما رجع كان مش مركز خالص، دي حقيقه، وكان طول الوقت هو عاوز يمشي. اداء لجنه الكوره او لجنه التخطيط مع كابتن الخطيب هما بيديروا الملف ده ضروب احترافيه عاليه قوي قوي قوي. ازاي؟ انك انت تيجي تغير مدرب، او المدرب عاوز يمشي، او انت تشيل المدرب بغض النظر ايه اللي حصل، ولكن ما تخليش اوضه اللبس عندك يوم واحد بدون مدرب. ده في حد ذاته في كره القدم تركيز كبير قوي. ليه؟ انت لو جيت طول الوقت المدرب ماشي، المدرب قاعد، اللعيبه مش مركزه. طبعا. احنا كلاعبين كنا بنبقى مش مركزين، او انا كمدرب مثلا لما باجي امسك من بعد المدرب بيبقى عندي مشكله ان هم يتكلموا كتير قوي في ان مين اللي جاي ومين اللي رايح، ده قاعد جاي ده جاي. مخلوش اللعيبه تركز ولا يوم واحد خارج الاطار ده. خلصوا مباراه مع فايلر يوم الجمعه حاجه كده او يوم الخميس،
يوم الجمعة خدوا أجازة، السبت نزل المدرب موسيماني. فدي حاجة قوية جدا عملوها، دي أدت للاستقرار. دي واحد. اتنين، الناحية النفسية، الفكرة بتاعت موسيماني فكرة جيدة جدا. يعني موسيماني ما كانش حد أبعد من خياله إنك تجيب مدرب من جنوب أفريقيا، دي حقيقة ما حصلتش. يعني ممكن تجيب شمال أفريقيا شوية، تجيب مدرب، وحصلت في مصر جابوا مدرب أو اتنين من شمال أفريقيا، ولكن أنت بتتكلم في النادي الأهلي، ففكر التفكير خارج الصندوق. عشان كده النادي الأهلي هو سباق في كل حاجة. فلما فكروا في موسيماني فكروا في فكرة فنية أكتر من إنها نفسية كمان. إنك أنت إزاي إنك تجيب مدرب من جنوب أفريقيا يمسك النادي الأهلي، النادي الكبير ده أنت جايبه علشان يلعب بطولة أفريقيا، عنده خبرات فيها، هيركب بسرعة في الـ في الـ في المباريات دي، لأنك أنت كنت حاسم، يكاد تكون حاسم دوري خلاص أو حسمت دوري، ولكن أنت كنت بتتكلم على بطولة أفريقيا. فهنا أنا بشكرهم جدا كإدارة الكورة عندنا إن هم أهلوا الفرقة من ناحية النفسية إن ما يكونش عندهم مشكلة. حاجة تانية المهمة، اللاعبة عملوا أداء مميز جدا في مباراة الوداد. فلما يجي الناس يتكلم على الأداء في الفاينل، الفاينل ما فيهوش أداء، الفاينل دايما للتاريخ، بيحسبوا تاريخ. يعني احنا طول عمرنا واحنا ماشيين في الشارع لما بيجي حد يكلمنا على فاينل لعبناه ما بيقولناش، بيقول لنا انتوا خدتوا البطوله سنه كذا، ما بيقولوش انتوا ادائكم كان عامل ايه. لانه هو الفاينل كده في العالم كله، انت بتتكلم في كاس عالم خلص مع الارجنتين والمانيا سنه 90 ببنالتي، وكان مباراه فنيا ضعيفه للغايه، ولكن احنا انت قدرت تتغلب على الظروف دي كلها ومع الكورونا، ورجعت المباراة النهائية بالفكر بتاع النادي الأهلي، اللي هو أنك أنت تكون متحفز كويس في الفاينل وتقدر تكسب، وديك كسبت الحمد لله، ودي حاجة مبروك كبيرة. مبروك الكاسة يعني. كابتن عادل، الله يبارك إن شاء الله العشرة يا أهلي بإذن الرحمن. إن شاء الله أفتكر إن إحنا محتاجين العشرة، ولأن كل شوية إحنا بناخد الأولاني يقولك إحنا محتاجين التانية. ده يومها بالليل قبل ما ننام، قبل ما الناس تنام بعد ما كسبنا. أيوة. قالك العشرة يا موسيماني. ما خلاص بقى خلصت، إحنا داخلين في العشرة دلوقتي. على خير حضرتك، شكرا جزيلا. إحنا للأسف يعني الوقت المتاح لنا في الفقرة دي انتهى، فبنشكر حضرتك شكرا جزيلا، نورتنا وأسعدتنا بوجودك معنا. شكرا صباح الفل، وأنا كنت سعيد إن أنا كنت وإحنا معك. كمان بجد هنروح فاصل وهنرجع بعد كده بحضراتكم وفقرة بقى كرة القدم النسائية. اهلا بكل حضراتكم من جديد، بنوصل معاكم دلوقتي لتاني واخر فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده. والحقيقه مشرفانا في الاستوديو سيده دخلت تاريخ الرياضه الافريقيه والمصريه باعتبارها اول رئيسه نادي منتخبه من قبل الجمعيه العموميه بعد انطلاقتها الرائعه مع نادي النصر، جه اختيارها طبعا ضمن كتيبه الكوماندوز وتولي مهمه ترتيب الاوضاع داخل اتحاد الكره بعد خروج منتخب مصر من نهائيات كاس افريقيا 2019. تولت واحد من اهم وابرز الملفات في الجبليه، ملف الكره الخماسيه بما له وبما عليه الحقيقه، بالاضافه الى ملف الكره النسائيه. طبعا ده بطبيعه الحال هيكون جزء كبير من محور حديثنا معاها، كل طبعا ده واكثر سيتم فتحه كملفات مختلفه مع ضيفتنا العزيزه الدكتوره سحر عبد الحق، وهي عضو اللجنه الخماسيه المكلفه باداره اتحاد كره القدم وايضا المشرف على الكره النسائيه. صباح الفل على حضرتك. صباح الخير، سعداء بوجودك معانا، والف مبروك لنادي الاهلي ومبروك لمصر، كلنا فرحانين طبعا. مبروك لحضرتك. الله يخليك، اهلا بيك. طبعا ملف كره القدم النسائيه يعني بادئ ذي بدء كده، لازم نقف عند تفصيله ان حضرتك شايفه ان كره القدم النسائيه من حيث المبدا في العالم كله بشكل عام وفي عالمنا العربي بصفه خاصه مش واخدة حقها. هو طبعا الملف مشكلته انه مرتبط بالشخص اللي موجود في الاتحاد. فايام دكتورة سحر الهواري كان الملف لا، في شغل وفي دوري بيشتغل وفي منتخب. فترة كبيرة قوي منذ غيابها ما فيش اي نشاط للمنتخبات، بالعكس احنا كنا مصنفين، طلعنا بره التصنيف، ابتدى الدوري يبقى ضعيف، ابتدى ما يبقاش في حافز للبنات بتلعب دوري فقط، فعشان كده ما كانش مرئي وكان الإعلام بعيد عنه تماما. فطبعا ملف الكرة النسائية احنا ابتدينا عملنا منتخب تحت العشرين ومنتخب الأول، وابتدينا ننتقي من الدوري البنات. بس أنا كان كل فكري إن الأندية اللي في الممتاز لو دخلت هيبقى فيه طبعا رؤية كويسة، وخصوصا إن النادي الأهلي والزمالك يعني لو دخلوا أكيد الكرة النسائية هيبقى لها شكل ومنظر تاني خالص. طبيعة الحال حضرتك بتقولي ننتقي، طب هل المتاح
كافي او المعروض انجاز التعبير كافي؟ طبعا هو حضرتك واحنا بننتقي لقينا السن 14 و15 سنه فوق الروعه، لان هم متاسسين وبادئين في اكاديميات وفي اهتمام كويس جدا وانديه، يعني احنا مثلا الطيران ووادي دجله ده الاهلي والزمالك للكره النسائيه، هتلاقي عندهم احسن العناصر. في بعد كده انديه تانية بس هي اكاديميات اللي هي كفر سعد وبشتيل، دي انديه اكاديميات برضو عندهم بنات كويسه جدا ومعظمهم عندنا في المنتخب، فالبنات كويسين جدا. مفيش طبعا انتم مش عارفين الاحداث كلها لان مفيش القاء الضوء، الشركه الراعيه برضو ما بتهتمش، لكن دلوقتي ابتدت تهتم وهي معانا في المنتخب على طول في التدريب. الشركه الراعيه مش مصدقه ان كل ده بيحصل وان الجهاز الفني قوي وان البنات دي بالمستوى ده، فان شاء الله انتم هتشوفوا بعد كده كره نسائيه محترمه. انا طبعا كنت اتمنى ان النادي الاهلي يبتدي السنه دي، بس كابتن زكريا نصف قال احنا هنبتدي باكاديميه ان شاء الله السنه الجايه يلحق بينا. عايز اقول لحضرتك ان نادي البنك الاهلي انضم لينا، ادي دوري ممتاز. نادي الجونه انضم، وطبعا عندنا وادي دجله، كل الانديه دي في الممتاز. كويس، يعني في تصعيد بيحصل، في تطوير بيحصل في الملف ده طبعًا. هل في معوقات مجتمعيه معطلة حضرتك مثلا او معطلة قائمين على الملف ده؟ كنت فاكره كده زي حضرتك لكن قلت لا انا هبتدي ابص على الصعيد، فلقيت وزاره الشباب والرياضه فعلا عامله برنامج الف بنت الف حلم بتنمي الكره النسائيه في كل المناطق دي، فسافرت معاهم ورحت هنا واسيوط وبني سويف وسوهاج. في فتيات بيلعبوا كوره في ده اوريدي بقى لهم سنتين جميل. والمدربين المركز البريطاني هو المتولي الموضوع وبيشرف عليهم وبيدربهم، ولقيت بنت كويسه جدا ضمتها لينا في المنتخب في مركز شباب البرجايه، والبنت معانا من يعني بقالها سنه دلوقتي فوق الروعه. اللي حضرتك بتقوليه ده كله يعتبر يعني ارهاصات لحاجات كويسه جايه او أيوة. بشاير أيوة. لخير على صعيد الملف ده. انا عايز وحدتك انا ما جيتش قعدت اقول يا جماعه تعالوا العبوا كره نسائيه، لا ده انا لقيت كره نسائيه. احنا الدوري الممتاز 12 نادي وعندنا 34 نادي في القسم الثاني وفي 15 نادي انضموا. انا كان ممكن اروح عامله درجه ثالثه بس ما رضيتش السنه دي عشان ما اجيب لهمش احباط، انت انضميت تعالى درجه ثانيه وهقسمكم جغرافيا okay. لكن ان شاء الله السنه اللي بعديها هيبقى في درجه ثالثه وهيبقى في قطاع كبير. طب القياده السياسيه متمثله بالسيد رئيس الجمهوريه طبعًا. شخصيا اللي الحقيقه بصفه شخصيه رسالة. دايما مهتم جدا بفكره صح. الرياضه وممارسه الشعب كله بكل طوايفه للرياضه، بس كان ليه تصريح من تصريحاته كان بيطالب بشكل صريح بتكوين او بتشكيل منتخب لكره القدم النسائيه، انعكاسات التصريح ده ايه بقى؟ انا اعتبرته امر واجب ان انا اعمله وفعلا كونت المنتخب، وان شاء الله هيشوف ان شاء الله ان احنا ندخل التصنيف ونبقى باذن الله عندنا كره محترمه. بص اقول حضرتك حاجه، وفي تنمر طبعا، يعني في تنمر للكره النسائيه وازاي انتوا بتلعبوا كره نسائيه مع انها لعبه اصلا زيها زي اي لعبه تانية. وخلي بالك البنت ما تقدرش تفرض عليها لعبه، يعني ما تقدرش تقول لها تعالي العبي كره، لا هي حابه طبعا، هي هتلاقيها عندها ثقافه كرويه، هي فاهمه، هي عارفه كل ده. الحاجه الثانيه ان الجهاز الفني لازم يكون فعلا درب كره نسائيه، هو ده اللي انا حرصت عليه، وان يبقى الجهاز الفني للمنتخب الكره النسائيه جهاز واعي دارس فاهم يعني ايه ابديتنج لكل حاجه، متطور، وفي نفس الوقت الاخلاقيات اهم حاجه. احنا كمان عندنا يعني نموذج مضيء جدا في الاطار اللي احنا بنتكلم فيه، لاعبه كره قدم نسائيه مصريه محترفه ضمن صفوف ستوك سيتي، ساره عصام. ساره عصام صح كده، احنا دلوقتي بقى عندنا محمد صلاح ما يعادله نسائيا، وخصوصا هي كمان بس هي حصلت على الحذاء الذهبي مؤخرا كهدافه مع فريقها في الدوري الانجليزي، فدي حاجه مبشره. اكيد دي مبشره، وتم التواصل معاها، ولما كانت في مصر ايام الكورونا تواصلت معاها وقلت لها اول ما هنبتدي نستدعيكي، فقالت لي طبعا ده يعني املي ان انا ابقى في منتخب مصر، وان شاء الله هتبقى معانا باذن الله. بس احنا بنعد اربع بطولات وديه دوليه عشان نصنف وندخل الرانك ونبقى احنا مصنفين، فاحنا لازم نلعب اربع دول علشان نبقى مصنفين، فاحنا اول ما نبتدي فتره الاعداد هي هتبقى معانا ان شاء الله. طب استاذه سحر، يعني حضرتك والقائمين على كره القدم النسائيه في مصر ناقصكم ايه للارتقاء بالمنظومه دي؟ ما هو ده اللي احنا اشتغلنا عليه بقى، عملنا لجنه التطوير وقلنا لازم لجنه التطوير تبتدي تشتغل، فابتدينا فعلا انطلقنا ان احنا نوسع قاعده الانتشار، وقاعده الانتشار تتوسع عن طريق المدارس، فعملنا بروتوكول مع التربيه والتعليم
ودخلنا الكرة النسائية في التربية والتعليم، ودخل الحافز الرياضي في الإعدادية والثانوية. حلو. يعني كده يعني كمان ممكن يبقى في درجات التفوق الرياضي لطالبات يعني الثانوية العامة. يعني الأب والأم مش هيقولوا خسارة إنها تلعب لعبة مش هناخد حافز رياضي، إحنا دخلنا الحافز الرياضي. جميل. في الجامعة نفس الحكاية، رحنا الجامعة وانطلق دوري الجامعات، وفي بطولة أفريقية لدوري الجامعات هيعملوها، لسه كانت مفروض تتعمل بس الكورونا وقفت، وكان في بطولة دولية برضو للجامعات. فإذا الموضوع مش هيقف بس عند المدارس، مش هيقف بس عند الأندية، لا الموضوع مستمر. فدي خطوة الانتشار. برضو اتجهنا لمراكز الشباب، مراكز الشباب صح هي مش تحت قيادتنا، بس برضو مراكز الشباب انطلقت، وفي حوالي أكتر من 48 مركز شباب ابتدى دلوقتي بقى عندهم فريق كرة نسائية. فتوسيع القاعدة ده أهم حاجة طبعا. إنك تركز على البراعم دي أهم حاجة، فبس بطريقة علمية. إحنا وإحنا بنتكلم في صور كده نازلة على دي صور على الشاشة، حضرتك برضو تعرفينا كده على ده الجهاز، ده الجهاز المنتخب ولاعبات المنتخب. طبعا جهاز المنتخب بقيادة كابتن أحمد رمضان. كابتن أحمد رمضان بيدرب كرة نسائية في أمريكا بقاله 25 سنة. يعني هو شرفنا بأن هو ينضم لينا، دول تحت العشرين، وفي الفريق الأكبر منهم اللي هو الفريق الناشونال تيم. احنا بنتدرب معسكرات مفتوحة لغاية دلوقتي بقالنا شهرين. ده كابتن باسم خيرت، دول لاعبات الجول كيبر. احنا عندنا مشكلة برضو في الجول كيبر، لازم طبعا يتمرنوا كويس وعشان ننتقي اللاعبات برضو. دي كابتن عزة أبو الخير مدرب المنتخب. عندنا بنت طبعا، عندنا انا اهتميت ان احنا يكون عندنا بنات في الفريق. ليه بقى؟ لان انت بتعد كوادر، فاحنا قلنا احنا عايزين ندرب المدربات. يبقى مثلا احنا دي نقطه مهمه جدا، الكوادر التدريبيه طبعا. ومدى طبعا. توافرها طبعا. احنا لما رحنا المغرب لقينا الجهاز الفني كله بنات كلهم، فكانت حاجه جميله جدا. والمغرب يعني اخذ الرانك بتاعه تاني افريقيا، فيعني انت لما تلاقي جهاز محترم كده وكله بنات، لا تعرف ان انت متاخر شويه. فعملنا بروتوكول مع الاتحاد النرويجي ودربنا المدربات، فالخمس شهور بندرب، وان شاء الله البروتوكول ده هيستمر. عملنا برضو بروتوكول مع استراليا ونيوزيلندا، وقالوا كمان هيبقى في فتره معايشه للمدربات بحيث ان احنا يكتسبوا الخبرات. عايز اقول حياتك ان استراليا 23 هي كاس العالم هيبقى فيها، وان شاء الله نلحق ونستعد، وفعلا يعني تبقى خطوه جميله لمصر انها تشترك في كاس العالم. استاذ حضرتك نقف عند النقطه الحلوه دي، هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك. فاصل ثم عوده ل 10 الصبح في الاهلي. اتفضل. ونتمنى لهم التوفيق ويعني ويروحوا كاس العالم ونكسب كاس العالم ويبقى لهم كويسه، يعني ما قدرش نكسبها في الرجاله نكسبها في الستات. لازم طبعا ندعمهم ونقف وراهم وان شاء الله يحققوا بطولات تكسر الدنيا. انا بدعمهم واتمنى لهم كل توفيق و بتمنى لهم التوفيق من كل قلبي. ربنا معاهم يا رب بجد. ما فيش حد بيتريق على كره القدم في العالم، نسائيه في العالم كلها. كملوا، احنا كلنا وراكم بجد. هتلاقي تشجيع وهتلاقي زي التشجيع من كره القدم في الرجال، هي كره القدم النسائيه. هو احنا بنتمنى لهم التوفيق لان دي حاجه جديده، يعني هتكون يعني حاجة حلوة للمرأة وكده، إن هي يكون في حاجة الكرة النسائية وكده. فشدوا حيلكوا يعني، وإحنا نستناكوا كده. طيب إحنا تابعنا مع حضراتكم رسالة الجماهير يعني لكرة القدم النسائية متمثلة في المنتخب بصفة خاصة. تمام. طيب إحنا كلمنا مع حضرتك أستاذ صحر عن اللاعبات ونوعياتهم، عن حجم توافر الكوادر التدريبية. فيما يتعلق بالتحكيم ومباريات كرة القدم النسائية، لازم تكون في حكمة مش حكم ولا مش بالضرورة؟ لا، هي على طول فيها حكم طبعا، بس الفترة اللي أنا موجودة فيها كان ساعتها كابتن جمال غندور موجود، فقلت له أنا عايزة الحكمات تدخلهم لي يحكموا دوري الرجال، فقال لي لا هنزلهم للكاس على طول. ففعلا نزلوا كاس مصر وكانوا موجودين ثلاث حكمات، واشادوا طبعا بادائهم وثقافتهم. احنا عملنا كمان دورات للحكام مع الاتحاد الافريقي للحكمات، وصالات وشاطئيه، يعني قلنا لازم يبقى فيه تخصص. فعملنا فعلا الحكمات الكره العاديه وشاطئيه وصالات.
اشتغلنا عليهم اكتر. دلوقتي الحكامات بقوا محكامات دوليات ومطلوبين دلوقتي في كاس العالم في استراليا في يارا عاطف حكم دولي, وفي شمال افريقيا مطلوبين كذا لاعبه كذا حكمه فيها, وفي شاهندة, في هنادي, في كذا لاعبة, كابتن مونا, في كل الناس دي ناس مثقفة درسة أخدة رخص دولية, ما حدش كان بيلقي الضوء عليهم, فالحمد لله لا ظهروا دلوقتي. طيب عشان احنا الوقت جري جدا مع حضرتك عندناش غير دقيقة بس على نهاية الحلقة, عايز أعرف من حضرتك فيما يتعلق بالرعاة والرعاية, وخصوصا ان في نوادي كتير جدا بتعاني من ضعف الامكانيات الماديه, وده بطبيعه الحال بيعرقل مساله تشكيلهم لفريق كره قدم نسائيه. تقولي ايه للرعاه, وخصوصا يعني احنا عارفين كمان ان الشركه الراعيه لكره القدم الرجالي بشكل التقليدي ابتدت تبص على كره القدم النسائيه, ابتدت يعني يبقى لها قول في هذا الإطار. هو حصل تواصل معاهم وابتدوا دلوقتي معانا على طول في المنتخب في تدريباتنا, بينزلوا على طول برومو لينا, بيهتموا قوي, بيهتموا كمان ان ما حدش يصور غير تبعهم فعلا. لو احنا يعني اعلاميا نزل بس حتى الدوري مثلا الطيران ودجلة طيران كفر سعد الحاجات دي الجونة, خلاص انت كده نشرت كده, اخدت حقوق رعاية من الشركة الراعية, ابتدت تتشاف, ابتدت تحترم, مفيش تنمر, يبتدي يعرفوا ان في كرة محترمة بتقدم. فاعتقد ان احنا على اول خطوة, وانت عارف التغيير بياخد وقت, بس الاستمرار في ان احنا نقاتل هو ده اللي الواجب علينا بقى الفترة دي. احنا بنتمنى لحضرتك كل التوفيق ان شاء الله. سعدنا وتشرفنا بوجود حضرتك معانا, نورتينا, اهلا بيكي. وطبعا الشكر موصول لكل حضراتكم على حسن المتابعة لحلقتنا النهاردة. بكرة بإذن الرحمن إن عشنا وكان لنا عمر يتجدد اللقاء قبل دلوقتي بساعتين من 10 ل 12 وحلقة جديدة و10 الصبح في الأهلي. سلام عليكم.